السلام عليكم خو المشاهدين، خوتي البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معكم طريقة التفصيل والخياطة بيجامة تركية ديال مبرة اللي كتجي على هذا الشكل الرائع. بقاو معنا تشوفوا طريقة التفصيل والخياطة خطوة بخطوة، شاهدوا الفيديو حتى الأخير، بقاو معنا تشوفوا الطريقة. بسم الله على بركة الله. كنجيبو الطو ديالنا دمبرة وكنبقاو نقطعو، غنقطعو كل حاجة بوحديتها. هنا غنعبرو، نقطعو في البينوار هو الأولاني، غنديرو فيه 80 سنتيم تال 85 سنتيم على حسب الطول ديال الشخص شحال بغا يدير في الطولة ديال البينوار. تاني حاجة هنايا غنعبرو، غنديرو النوا كيما كتجي، كنديرو فيها 40 سنتيم وكنقطعو، كنحيدوها. دابا غنقطعو، نقادو التوب مزيان كما كتشوفو، غنعبرو الطاولة ديال السروال، غنديرو فيه مترو مع الدانتي اللي غنزيدو من تحت على جهة الرجلين، غتجي هي هاديك. دابا غنقادو التوب ديالنا مزيان باش نفصلو السروال كما كتشوفو، غنعبرو 40 سنتيم ومن تحت على جهة الرجلين كنعملو 20 سنتيم وكنقطعو كما كتشوفو، كنقطعو بحال الطريقة. من بعد كنفتحو السروال ديالنا بحال هيدا، جهة وحدة كنقصو منها من الفوق 4 سنتيم وكنقطعو باش كتجينا الجهة اللي كبيرة كتجي من الجهة ديال الظهر، والجهة اللي صغيرة كتجي من الأمام. هاد الطرف اللي شايط لينا من التوب ديال اللي قطعنا مترو باش نديرو به السروال، حيت التوب كتجي الا قطعناه طرف واحد كيجي معاكس، غنقطعو هاد الجهة كنزيدوها فوق هاد الجهة، يعني كنحطو الطرف الاول فوق من الطرف الثاني باش يكون عندنا جوج طروفا باش نصايبو لي مونش ولا الكمام. هنايا هاد الكمام عندي فيهم 55 سنتيم، ما بغيتش نديرهم طوالين، بغيت نديرهم قصارين شويه. وهنايا كنجيب هاد الطرف هذا ديال النوا اللي غنحطو به النويزه ولا النوا، كل واحد كيسميوها. كنقادو التوب ديالنا وكنقطعو، واحد الجهه كنفتحوها وكنقصو منها 5 سنتيم، واحد الجهه كنديرو لها بحال هاد اللي كتجي من الامام كنقطعو بحال هاد الشكل هيدا كما كتشوفي. هذه هي النوا ديالنا، التوب ديالها كيتيري مزيان. دابا غنرجعوا للبينوار، هذا هو التوب اللي غنديروا به البينوار، يعني فيه مترو، عفوا فيه 85 سنتيم ديال الطول. دائما كيبقى الطول على حسب رغبه الشخص شحال بغى يدير الطاوله ديال البينوار. كنطوي الطوب على 4 كما كتشوفوا، بحال الطوب ديال المبره ما يصلحش نديرو الداخل في الخارج، كنقطعوه بحال هكا كنطويوه على 4 وكنعبروا من هنا الكتف عند 20 سنتيم وكنزولوا الجهه اللي كتجي فيها الدوره ديال العنق 7 سنتيم 8 سنتيم، كنهبطوا ب 20 سنتيم وكنعبروا الصدر عند 27 وكنديروا التحريفه ديال الكمام، كنعبروا النص وكنهودو للنص وكنعبرو بالسنتيم من نقطة النص كنهودو تا لتحت وكنقطعو كيما كتشوفو. بعد ما قطعنا البينوار ديالنا من هاد الجهة كنجيو دابا جهة الأمام، كنرفعو جهة الظهر وكنقطعو، كنزولو الحاشية اللي زايدة. Thank you.
كما كتشوفوا غنبداو بالبينوار ديالنا كنلاقيو الكتاف بالسرجي. يمكن الا كان عندكم غير السرجي عاديه كديروا السرجي بوحديتو تعاودوا له بالريكته. انا هذه عندي فيها السرجي ديال بعض ديال الخيوط كتخيط كتسرجي في نفس الوقت. دابا غنلصقوا الكمام ديالنا. بعد ما لصقنا الكمام ديالنا كندوزو على السرجي كامله، كندوروها بالسرجي بلايص اللي غندوزو عليهم الريطة، كندوزو له السرجي بوحديتهم. بعد ما دورنا الرضا كامله على على البينوار ديالنا، دابا كندوزوها على الجهه ديال الكمامه ولا ليمونش، كندوزو عليهم الرضا. كما كتشوفوا ما نجبدوش الثوب حيت كيتجبد، غير كنزلو فوق منه الرضا وكنخيطو. دابا كنجيبو البينوار ديالنا كنلاقيوه كنبداو من الكمام هما الاولى، كنديرو الرضا فوق الرضا وكنبداو نخيطو. ملي كنوصلو تحت التحريفة كنعبرو 16 سنتيم وكنعملو الحرصة اللي كتدخل فيها السمطة بهاد الطريقة. بعد ما لقينا البينوار ديالنا كامل، انتما كتشوفو دابا سالينا البينوار كامل، لصقنا له الكمام والدانتيل. دابا غندوزو نصايبو النوا ديالنا.